موضوع جديد، الفائدة الصحيحة والفائدة التجارية، فاصات وفاتة، ألف عين في نون. الصحيحة بتكون السنة 365، والتجارية بتكون السنة 360. الآن نيجي ناخذ الفائدة الصحيحة على الفائدة التجارية، بتساوي ألف عين في نون، ألف عين في نون. طبعا نون عبارة عن واو على 365، واو على 360، بتروح هذه مع هذه وهذه مع هذه. إذا الفائدة الصحيحة على الفائدة التجارية بتساوي واو على 365 ضرب 360 على واو، وهذه 72 على 73. اللي أنا عايزه منكم فا صاد على فا تا بتساوي شو اسمه 72 على 73. تمام، نيجي ناخذ مثال. أوجد مجموع أو هنا سؤال صغير. إذا علمت أن الفائدة التجارية تساوي 1000، فاحسب الفائدة الصحيحة. تمام، الفائدة الصحيحة على الفائدة التجارية بتساوي 72 على 73. الآن الفائدة التجارية هيها 1000، الفائدة الصحيحة مش معروفة، 72 على 73، وسطين في طرفين. الفائدة الصحيحة ضرب 73 بتساوي 1000 في 72. الفائدة الصحيحة بتساوي على الناحية الثانية وبتطلع معي. ناخذ مثال بشكل آخر. أوجد مجموع الفوائد الناتجة من استثمار 200 دينار لمدة 40 يوم و 400 دينار لمدة 60 يوم و 300 دينار لمدة 50 يوم. إذا علمت أن معدل إذا علمت أن معدل الفائدة التجارية 6% في جميع الحالات. الآن بدي باستخدام النمر والقواسم أوجد مجموع الفوائد باستخدام النمر والقواسم. النمر والقواسم، النمر أول حاجة، النمر تساوي كل واحدة في مدتها 200 في 40 زائد 400 في 60 زائد 300 في 50 وبساوي 47 ألف رقم، هذا مش دينار ولا غيره. القاسم بساوي الفائدة طبعا تجارية يا جماعة، الفائدة تجارية اللي بدي اياها، فبنقول 360 على الفائدة اللي هي 6%. الآن لو بالشهور حقول 12 على 6%، لو بالسنين حقول 1 على 6%. الآن هذه حقربها
هتصير ايه بالآلة الحاسبة 6000. والفائدة بتساوي مجموع النمر على القاسم. النمر 47000 على القاسم 6000 وبساوي 7833 دينار. تمام.